لقاه وهو خلص التحيه مال الجمهور، تلاقينا اثنيناتنا بالملعب. زين. فصاح علي قال لي كم قدام يعني المسؤولين اللي بالنادي مالتنا وهاي. زين. اي ويعني اعطانا قال هو البادر. هو البادر يعني انا طبعا لو شايف بس انا ما كنت منتبه وتعبان جدا، كنت يعني شو اقول لك منتهي من التعب. زين. مباراه رتم عالي وطل الحكم 14 دقيقه بدل ضايع الشوط الثاني. يعني مباراة جدا عالي رتمها كان. زين. فما منتبه عليه بحث من بوعت لي من طال درس يعني انصدمت. شلون الصدمه؟ قلت ما معقول يعني انا بحلم او بحقيقه. فاخذت الدرس حتى كان النائب رئيس النادي ومدير الاحتراف كان يمه، هو حتى من شافه رونالدو. فدخلنا بالمنزع يعني هم احتفلوا بيه هم على حيوني على المستوى وعلى الدريس اللي قالوا انه ما يعطي هو دريسه بالملعب، هو يطلع ضايج مرات حتى لو فرحان يدخل قبل. اي صح وما يبدل يعني وما يبدل هو ابد ما يبدل الدريس اللي صار بالدوري السعودي.